يمكن أن تقاوم أرواح الفشل أو أرواح الخوف أو الإحباط أو أرواح الشعور بالوحدة. هو بالمناسبة هذا عبارة عن تيم، يعني لازم تفهم شيء مهم. الأرواح اللي راح أحكي عنها هي عبارة عن مجموعة أرواح تشتغل مع بعضها، تيجي كفريق، تيجي كتيم، تيجي كمجموعة مترابطة. هذه المجموعة واحدة بعد الثانية، يعني يدخل مثلا روح الخوف يجيب معه روح الفشل، يجيب معه روح الحزن، يجيب معه روح الشعور بالظلم، يجيب معه شيزوفرينيا أو الكآبة، يجيب معه مشاعر معينة. هذه تيم، هذا فريق، هاي مجموعة، هاي هذا جروب، كانوا جروب فريق قدم، كانوا مجموعة من اللاعبين يدخلوا مع بعض. فهذا نفس الشيء يعمل بنفس هذه الطريقة. فلما يتواجد روح الخوف لازم تدرك أنه في أرواح أخرى موجودة مع هذا التيم. لذلك حتى تقاوم التيم، حتى تقاوم هذا الفريق اللي أطلقته مملكة العدو على حياتك، تحتاج أنت أيضا يكون عندك قوة فوق الطبيعية. يحتاج أنت يكون عندك علاقة وشراكة مع الروح القدس، وتكون فاهم مركزك في المسيح، وتكون عارف كيف تتعامل مع هذا التيم حتى تقدر تغلب هذا التيم اللي أمامك، القوي المنظم اللي يشتغل بترتيب غير طبيعي. إذن لا يمكنك أن تقاوم أرواح الفشل، أرواح الخوف، أرواح الحزن، أرواح الكآبة، إن لم يعطيك الرب القدرة من الأعالي لكي تقاوم وتهزم هذه الأرواح البغيضة. لازم تفكر أول شيء أنه ما تقاتل في هذا المجال لوحدك، أو بمعنى آخر ما تحارب في هذا المجال وأنت ما عندك القوة الكافية من الروح القدس من الأعالي، وما عندك الكلمة اللي السيف الروح اللي من خلاله تقدر أنت تواجه هذا الموضوع بقوة وبجدارة. ما تقلي أنه أنا قوي بحد ذاتي. حتى لو كنت قوي بحد ذاتك، أنا كلمتك عن تيم، فالتيم هذا ممكن يجي بعدة طرق وبعدة أساليب وبعدة نقاط ضعف، يدور يقعد يدرس نقاط ضعف حياتك، يعرف أنه أنت عشت حياة مثلا مليئة بالمشاعر الترك، مشاعر الوحدة، عشت حياتك وأنت متعرض في يوم من الأيام الموقف معين، عشت حياتك وعندك في العائلة ناس تمارس أسحار وتمارس ذبائح. هو يدرس حالتك، هو مش راح يجي دايرك تقول عجبني الفلان الفلاني خليني أروح أدخل فيه. لا، هو يدرس، هو يدور تيم، فريق، مجموعة يشتغلوا مع بعض، يدرس حالتك، يدرس وضعك اللي أنت فيه، ومن خلال النقاط الضعف اللي بحياتك والأبواب المفتوحة اللي بحياتك يبتدي يدخل ويبتدي يهاجمك. ولو قدر يقنعك بأنك أنت حالك حال الآخرين، وأنت بتمر بنفس ظروف الناس، وأنت هذا مكتوب على حياتك، وأنت bad luck، ما عندك الحظ الكافي، وأنت وأنت وأنت، راح يقدر تدريجيا يدخل من خوف طبيعي، من خوف عادي، من فشل طبيعي، من فشل عادي، إلى مرحلة متقدمة اللي هي شعورك بأنك أنت فاقد الأمل نهائيا في كل شيء من حولك. لهذا السبب هو يهاجم دائما الأركان الضعيفة. الخوف يهاجم الأركان الضعيفة. الخوف يهاجم، أول شيء يهاجمه هو البيت، الأسرة، العائلة، يهاجم البيت، الأطفال، يهاجم الزوج في العمل، يهاجم الزوجة في أماكن معينة من حياتها ويخلي فيها مشاعر سلبية من زوجة، أنه زوجي راح يتركني، زوجي راح يطلقني، زوجي مش راح يستمر وياي، الأولاد. دائما يخلي هذا الروح البغيض، يخلي مخاوف غير حقيقية، مخاوف يزرع داخل الإنسان، وبنفس الوقت الإنسان يعتقد أنه هو مؤمن وأنه هو عنده القدرات المعينة على التغلب على هذا النوع من الأرواح. هذا النوع من الأرواح يحتاج له قوة من الأعالي، يحتاج له قوة من، فاكرين أعمال الرسل لما التلاميذ ابتدأوا مشوار الكرازة كان في خوف، كانوا ما جاهزين، كانوا ما قادرين يطلعون يعملوا ولا شيء للكرازة. فالرب يسوع حكى هذه الكلمات، قال امكثوا ها هنا حتى تنالوا قوة من الأعالي. قوة أتت بمعنى ديناميت، بهذا المعنى. إذن أنا أحتاج ديناميت، أنا أحتاج قوة، أنا أحتاج أنتظر في محضر الله وأنتظر الامتلاء من الروح القدس، وأنتظر أن الرب يفتح أمامي الباب، وأعرف وأكون متيقن أنه فكر الرب من جهتي هو مش فكر خوف ولا فكر
فشل ولا فكر حزن ولا فكر انه الله بيسمح باني انا اجتاز في هذه الامور، لكن فكر الله اتجاهي اني امتلك قوة في داخلي وامتلك محبة في داخلي وامتلك ضبط للنفس. انتبه، هذه الايات مش مجرد كلمات عم نرددها. القوة هي روح القوة، هي روح القوة. انا احتاج اقول له يا رب اسكب علي روح قوة، اسكب علي روح قوة. جيت على موقف معين، موقف صعب، موقف مخيف، موقف مستفز، موقف لازم اعمل فيه قرار، موقف اني انا لازم اتغير في حد معين، وانا جاي وانا ضعيف ما عندي قوة، رح افشل، رح اسقط، رح يدخل فيا روح خوف. اذا روح الخوف هو واحد من الاشياء اللي تواجهه من خلال تيم اخر مكون من ثلاث اشياء: روح القوة، روح المحبة، وأيضا روح ضبط النفس أو لجم النفس أو لجم الأفكار والكلمات اللي تخرج من عندي والسلوكيات والتصرفات اللي أنا لازم تطلع مني كابن أو كبنت للرب. لذلك أول خطوة لازم أكون منفتح على الروح القدس ومنفتح على كلمة الله. هذا مهم جدا. شو يعني منفتح على الروح القدس؟ يعني الإنسان الروحي أو الإنسان اللي حب يسلك بالروح أو الإنسان اللي منفتح على الروح القدس هو الإنسان اللي يؤمن بعمل الروح القدس ويعيش هذا الإيمان. مش بس يؤمن، لكن يحتاج أني أنا أعيش إيماني بعمل الروح القدس في حياتي. لو أنا ممتلئ بالروح القدس ومنشغل بالروح القدس وعم بطلب قوة الروح القدس وكل حواسي وذهني وكل القرارات اللي أنا بعملها نابعة من إرشاد من الروح القدس، راح يكون صعب جدا على روح الخوف أنه يواجهني أو يقاومني أو يقف أمامي. لازم أكون منفتح على الروح القدس حتى الروح القدس يضع فيا قوة وسلطان، يضع فيا anointing، المسحة، كسميها الكتاب الدسامة. الدسامة يعني الشيء الدسم. حتى تقاوم هذا الروح أنت محتاج شيء دسم، أنت محتاج روح دسم، أنت محتاج قوة من الأعالي تتدفق على حياتك وتقف ضد كل روح خوف. القوة ليست مصدر أنت، القوة مصدر الروح القدس، مصدر روح الله، مصدر الرب القادر أنه يغيرك حتى تقدر تتغلب على مخاوفك. بدون هذا التغيير، بدون هذا العمل، أنت راح تلاقي نفسك في كل مرة راح تسقط أمام روح الخوف، لأن روح الخوف موجود في كل مكان. تطلع من البيت أكو روح خوف، أنت داخل البيت أكو روح خوف، تطلع شغلك أكو روح خوف، حتى في شغلك لما تترقى أو تأخذ مكانة أو تأخذ منصب أو يكون عندك أمور مادية أو حتى لو شخص أعطاك أمور مادية، يجيك مباشرة روح الخوف يهاجمك من هذه المواضيع ويحاول يسلبك الأشياء اللي أنت تحب أنه تمتلك أو الرب يحب أنه يعطيك إياها بقوة.